وكل المواطنين سواء من حيث الحقوق. سوريا الديمقراطية على دعوتنا لحضور مؤتمركم الرابع والذي سيعقد تحت شعار وحدة السوريين، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وليكن هذا المؤتمر هو خطوة باتجاه المؤتمر الوطني السوري الجامع لكل السوريين والحل السياسي في سوريا. دمشق، الأمين العام علي قومي. كل الشكر لرفاقنا بالحركة الوطنية الكردية للتغيير السلمي. ونؤمن بأن مجلس سوريا الديمقراطية الذي ناضل في سنوات صعاب سينجح في أن يكون المظلة الوطنية الجامعة لكل القوى الوطنية التي تريد التغيير والتحول الديمقراطي في سوريا، واحدة موحدة جغرافيا واجتماعيا وسياسيا. في بداية حديثي أود أن أعرض عن خالص تقديري وشكري لجهودكم وعملكم الدؤوب طيلة السنوات الماضية ومساهمتكم الفعالة لمعالجة جراح السوريين والسعي للتوحيد الفرقاء في الوطن. في الحقيقة منذ البداية اعتبرنا في قصد تأسيس مجلس سوريا الديمقراطي ضرورة تاريخية حتمتها الظروف تلك المرحلة. وفي الختام وبمناسبة انعقاد مؤتمركم هذا، نؤكد مرة أخرى لأننا في قصد سندعم ونساند كافة مقررات مؤتمركم خدمة لمصلحة كل السوريين. صباح اليوم في 20 هذا الشهر الحالي، وهو بدأ بإعادة هيكلية لمؤتمر يهدف إلى إعادة هيكلية المسدي، وثم سوف يكون يضمن حقوق جميع المكونات في شمال وشرق سوريا، وأيضا مناقشة الأوضاع السياسية على كافة الأصعدة والأوضاع التنظيمية أيضا، وأيضا سوف يكون هنالك محاور أخرى يتناولها هذا المؤتمر، وأيضا سوف يكون هنالك إعادة انتخابات لهيكلية التنظيمية داخل مجلس سوريا الديمقراطية وانتخاب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي، كون هذا مؤتمر الرابع لمسد أو مجلس سوريا الديمقراطية. نحن كرئاسة مجلس رق المدني نتمنى أن يكون هذا المؤتمر يضمن حقوق السوريين جميع المكونات في شمال وشرق سوريا، وأيضا جميع حقوق مكونات سوريا، وأيضا أن يكون بمثابة دستور سوري، وأيضا أن يكون هدف وحل سياسي لجميع السوريين.